صار في بعض الأحيان نوع من التلويح ببعض الملفات، مثل اللي صار نوع من المناوشات صار بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، من صار تلميح حول قضية خاشقتي، والسعودية أيضا ردت عليهم بأخطاء أمريكية حصلت أو جرائم أمريكية حصلت في أبو غريب أو في أماكن أخرى. البلدان العربية قلقة الحقيقة من الولايات المتحدة بسبب التقلبات السياسية الحادة اللي اتخذتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وفي بعض الأحيان هددت الأمن القومي السعودي. يعني في بعض الملفات تعرض الأمن القومي السعودي إلى الخطر، وربما في بعض الأحيان تعرضوا إلى الابتزاز، ولذلك يعني حقهم دول الخليج أن يتحفظون، وخصوصا أنه أمامهم الآن فرصة بنظام دولي جديد بأقطاب متعددة ممكن أن تخفف من الضغط الأمريكي على دول المنطقة، أو ممكن أن تخفف عليهم في ملفات معينة. يعني الولايات المتحدة ما أنصفت دول الخليج في صراعها مثلا مع إيران، يعني كانت مواقفها مع إيران تقريبا أنا أعزوها إلى نظرية التخادم بين الطرفين، عندها حليف واحد تعتمد عليه والحليف الإسرائيلي، يعني ما تعتمد كثيرا على، وربما يعني أعاد بايدن للمنطقة لتصحيح السياسات الخاطئة. دكتور نجيم،